اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر رحمه الله حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 تحت الحديث الثاني حديث عمر قال رابعا في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من أداب طلبة العلم عند المعلم وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم حيث قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد هذا شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين فيرجع فينا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه الفائدة الرابعة وهو تتضمن أدب من آداب طلب العلم لما جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله وهو يعلم بدليل قوله عند الجواب قال صدقت فهذا يفيد أن مما ينبغي لطالب العلم أن يتحين الفرصة إذا وجد من الناس من يجهل حكم ما ويستطيع كيف يوصل له العلم بطريق السؤال أن يسأل العالم أو الشيخ الحاضر الذي يحضر الدرس عن حكم ما فيجيب وإن كان السائل ليس جاهلا للأمر يعلم الجواب لكن يريد أن يعلم غيره وأن يعلم غيره فهذه فائدة من فوائد هذا الحديث وبالتالي فقد يكون السؤال القصد منه تعليم غيرك لهذا قلنا السؤال أنواع منه سؤال استعلام طلب العلم طلب الفهم كونك لا تعرف الشيء تقول ما هي علامات القبلة لا تعرفها فتريد أن تعرف وأن تتعلم ويمكن يكون السؤال القصد منه تعليم غيرك أن تعلم غيرك كمن يكون يظن أن البر بالوالدين هو تحقيق مطلوبهما فقط يعني إذا طلب الوالد الشيء حققته هذا هو البر لا يعلم أنه هناك ما هو أرفع من هذا وهو أن تكون فطنا كيسا منتبها تتلقف متى تجد الرغبة من الوالد فتسعى إلى تحقيقها قبل أن يطلب وقبل أن يسأل فإذا كنت تعرف هذا غيرك لا يعرف تسأل السؤال ليتعلم غيرك مثلا فهذه فائدة مهمة وتعد معلما بذلك لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمه مع أن الذي باشر التعليم من هو النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الإسلام من تشهد لا إله إلا الله إلى آخره ونسبه إلى جبريل فهو صلى الله عليه وسلم علم بالحديث مباشرة وكان جبريل متسببا قائمة هذه في قائمتين قائمة لحفظ الأربعين وحفظ علية يكتبوا فيها والقائمة الأخرى للحضور العام اللي حب يحضر نعم فقلنا المتسبب أيضا يعطى له حكم المعلم يعد معلما بدليل الحديث لكونه المتسبب فيه نعم خامسا قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة ولفظا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي
إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي مناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، نعم، الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول طيب الله عز وجل. هنا جبريل سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان، الإسلام والإيمان معناهما واحد ولا يختلف؟ هذان الكلمتان من الكلمة التي يقال فيها إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى إذا كان في الآية أو في الحديث أو في الكلام ذكر الإسلام فقط فيشمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان فقط شمل الإيمان والإسلام، وإذا ذكر معا في اثنين فكان الإسلام بمعنى الظاهر والإيمان بالمعنى الباطن، لأنه هو المناسب، لأن الإسلام من الاستسلام، استسلم بمعنى إنقاد، الاستسلام انقياده يعني يظهر في الظاهر أنه يسلم الأمر، فكان هذا هو المناسب. الإيمان يدور على معنى الباطني، لأن لفظ أمينة أمينة يدل يتعدى بنفسه، أمين زيد عمرا، ما معنى أمينه؟ يعني جعله موضع أمان، هذا يتعلق بالقلب، ويتعدى بحرف الجر اللي هو اللام، آمن له، آمنه وآمن له أي اتبعه، وآمن به أي صدقه، هذه تدور على معاني قلبية، فكان الإيمان يدل على المعنى الباطن لأنه مناسب له، لكن لا يعني أن الإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر فقط، لا، إذا أطلق الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ماذا يشمل هذا؟ يشمل العمل الظاهر والباطن، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الإيمان يشمل الظاهر والباطن، فأخرجنا منها من كان من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من هنا يتفرق الإسلام ظاهر والإيمان باطن. الحديث هنا قال سأله عن الإسلام وعن الإيمان، ها؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا فرق بينهم، نعم. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعم. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظير ذلك كلمتا الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك، نعم. الفقير والمسكين، إذا جاء الفقير لوحده دخل المسكين، وإذا جاء المسكين وحده دخل الفقير، ها؟ كما قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، ها؟ الذين، نعم، يدخل المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طعمة للمساكين، يدخل الفقير، ولكن في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فصار ماذا؟ المعنى يختلف، ها؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتي، بمعنى الفقر يدخل منه، فكذلك الفقير والمسكين، إذا ذكر لفظ الفقير دخل المسكين، ذكر المسكين دخل الفقر، إذا اجتمع افترق، إيش الفرق بينتهم؟ الفرق من ناحيتين، ناحية الأولى أن الفقير يتكفف، المسكين لا يتكفف، يتعفف، الفقير لا يجد شيء، المسكين عنده شيء لكن لا يكفيه، ها؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة لكن لا تكفيه، واضح؟ أما الفقير لا يملك شيء بدليل، ها؟ للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله، ليس هذا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، من أين أخرجوا هؤلاء؟ مهاجرون أخرجوا من مكة، فصار ما عندهم لا مال ولا ديار، أخرجوا من أموالهم وديار، صار لا يملكون شيئا، الفقير لا يملك شيئا. كذلك البر والتقوى،
البر والتقوى بمعنى واحد. إذا افترق، إذا كان مثلا تقول البر حسن الخلق يدخل في البر التقوى، التقوى ها هنا يدخل في التقوى البر، لكن تعاونوا على البر والتقوى، صار البر العمل الصالح والتقوى ما ترك المعاصي. نعم. وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثه صلى الله عليه وسلم من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ها، إنسي وجني كل وسك الناس كاف، وأرسلناك للناس كاف، يدخل في الناس الجن، يدخل في الناس الجن. نعم. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان يهودي من أحد يهودي. بدل من أحد. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذا جاءه الدين، إذا جاءه الإسلام، أي واحد على الأرض وصله الإسلام بحججه الساطعة ولم يؤمن ولم يتبع، هذا مصيره النار. الذي لم تصله الدعوة يوم القيامة يختبر، الذي لم تصله الدعوة يوم القيامة يختبر. نعم. لكن ماذا نعامله؟ معاملة الكافر، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل معاملة المسلمين، يكون كافر. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. لا إله، لا نفي، إله عام، لا إله، لا يوجد إله، في الأخير إثبات خاص إلا الله، إثبات خصوصية إلى ألوهية الله تبارك وتعالى. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. بعضهم يقول تتضمن كفرا وإيمان، لكن نوضح: كفر بغير الله وإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يقال الإطلاق لا إله إلا الله تضمنت كفرا وإيمانا، ولكن يوضح كفر بما سوى الله، يعني نكفر بألوهية سوى الله، لا غير صحيح. من يكفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم. وخبر النافية للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. هنا قال لا إله إلا الله، لا هذه يسميها علماء اللغة لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن مشبهة، إن وأخواتها المشبهة بالفعل، يعني تنصب، تدخل المبتدأ على ما أصله مبتدأ وخبر، فتنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا له، يلحق بها لا النافية للجنس. ليش قالوا نافية للجنس؟ لإخراج لا النافية للوحدة، لأن يعني هناك لا تنفي الوحدة، الوحدة تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان. أما الجنس يعني حقيقة شيء، تقول لا رجل في الدار، يوجد نساء أو يوجد جمادات، فهذه نافية للجنس. الخبر تحويله لا إله، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني الفتح في محل نصب، الخبر أين هو؟ لابد أن نقدر خبرا. بعضهم يقول لك لا إله موجود، لا إله موجود، أو لا إله خالق، أو لا إله مخترع، هذا خطأ. لا إله من خطأ، لأنه كثير غير واحد يدعي وجود آلهة غير الله. ولا إله خالق، الكفار قريش لا ينكرون أن الله خالق أو رازق، لكن يقال لا إله معبود بحق، هذا هو الخبر، لأنه هنا كانت الخصومة،
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخصومة مع أعداء الرسل في ماذا؟ في توحيد الألوهية. لهذا كان هو الركيزة الأولى، لا إله معبود بحق. فكفار قريش لم يناقشوا في ربوبية الله، وإن كان لهم فيها نقص ولهم فيها قدح، لأنهم يعتقدون النفع والضر في غير في آلهتهم وفي معبوداتهم. لكن إذا سئلوا من الخالق قالوا الله، من الرازق الله، من النافع والضار الله، من المدبر الله. وبالتالي لابد أن نقدر شيئا هم خالفوا فيه. وإذا قلنا لا إله إلا الله أي لا إله خالق، فكفار قريش ما كانوا ينكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبر عن هذه ويقول ماذا يقول؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لو كان لا إله إلا الله أي لا إله خالق، القرآن في كتاب العزيز قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج حي من يخرج ميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ يخرون بهذا. وبالتالي يصير في القرآن تناقض، لأنه يذكر في موضع أنهم يقولون أن الله رازق، وإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله رازق قالوا له. هذا غير صحيح. كانوا يتكبرون هذه الكلمة لأنهم فهموا معناه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق. ففهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى إفراد الله بكل أنواع العبادة، وهذا ما لا يقبلوه، لأنهم يذبحون للأصنام وينذرون لها و يتبركون بها ويتوسلون بها ويتمسحون وإلى آخره. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول نعم. الله لأنها ولأن من منفي الألوهية الحقة، فإن منفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده تبارك وتعالى. إذن لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لهذا بعض علماء الاعتقاد يردون على تقدير النحاة في قوله لا إله إلا الله أي لا إله موجود، خطأ. هذا خطأ. قل لا إله معبود بحق كائن ها؟ أعطت كائن لا إله لا إله كائن خطأ. أين عايش كل هذا؟ أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. هذا هو ما نشهد لا إله إلا الله، وهذا ما نشهد أن محمد رسول الله. ها؟ أن يطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يطاع الله عز وجل إلا بما شرع. هذه أمور. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه بما أخبر، وأن لا نعبد الله تعالى إلا بما شرع. نعم. قال وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ركن الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل الدين مبني على هذا. فأما لا إله إلا الله أي هو المعبود بحق، وهو الذي يجب أن تخلص له، وكل عمل قلبي تجعله لله من توكل وإخلاص وخشية وخوف ورغبة ورهبة، وكل عبادة تكون لله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المبعوث من عند الله، المبعوث من عند الله. فلا إله إلا الله تطلب بها الوصول إلى الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصلك إلى الله، هذا هو أصل الدين. فلا تفعل عبادة إلا بوفق ما فعلها وما قال بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصل لنا فيها أصولا وقواعد عامة يتبع فيها. نعم. فالعمل لا بد من أن يكون جامعا بين الأمرين. أيوة. قال وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هذا عمل كافر، الآية نزلت في الكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من أثبت لهم العمل، قال تعالى وجوه يومئذ عاملة ناصبة، أثبت لهم العمل لكن كفار ما عندهم إخلاص. نعم.
وقوله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى شعراء، يعني ما عندهم إخلاص، يعني الإيمان فقدوه فيهم الكفر، يعني هم كفار لم يؤمنوا، أو الرياء الذي يحبط العمل. نعم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وشركه هذا هو، تركه وشركه، وبالتالي العمل لا يقبل. تركت عمله لعمله لغير الله، مثل الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم، العالم أو المقرئ والمجاهد والسخي الكريم المتصدق. فالعالم يقول تعلم وقرأ، يقال عالم يقال قارئ، فقد قيل في الدنيا ما عنده أهل شيء الآخر يقذف فيه النار. المجاهد قال جاهد ليس ليرفع كلمة الله، كلمة الله، وإنما جاهد ليقال أنه قوي وشجاع وعنده أنفة وعنده كذا، وقد قيل. والمتصدق يقال أنه كريم وصاحب مال ويعين الناس، فقد قيل. وتركه وشرك هنا. قال وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي عمل ليس فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مردود، أي عمل ليس فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مردود، لأن الله تبارك وتعالى سطر لنا الطريق الذي توصل إليه، قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. واضح؟ الطريق السبيل الذي يوصل إلى الله واحد واسع، كل ما ليس من السنة ومن سبيل الله جل وعلا هذا يورد المهالك، كما جاء في حديث نواس بن سمعان وغيره أن النبي خط خطا وجعل على جانب حديث ابن مسعود أيضا خطوطا، على رأس كل سبيل شيطان يدعو، فمن استجاب إليه له قذفه في النار. فكل عمل تعمله لا بد أن يكون مضبوطا مرتبطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي على وفق السنة أو على وفق الأصول العامة للسنة، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه أحاديث واردة على أفراد مسائل أو على أنواع من المسائل أو على أجناس، على أجناس، على الجنس العام. فلا بد أن يكون العمل مرتبطا بالسنة، من أحدث ومن عمل في جوز، ما هوش اللي يخترع فقط، اللي يخترع واللي يتبعه في اثنين. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا سيأتي الحديث الخامس. نعم. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشتمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متبعا لغيره متابعا ومن فعلها متابعا لغيره فيها. شايف كيف؟ الأول خاص والثاني عام. الأول من أحدث، الذي ابتدع اخترع جاب حاجة جديدة في الدين، هذا عمله مردود. وبالتالي ماذا تفهم؟ اللي ما اخترعش وإنما عمل فقط، مش داخل في الحديث. جاء الحديث الثاني يبين من عمل، وبالتالي يشمل الذي ابتدع البدعة والذي تبعه فيها. ولهذا يقول أهل العلم فيه الحكم على المبتدع هو الذي ابتدع البدعة، هو الذي ابتدع اخترعها، والذي عمل بها كذلك بشروط وقيود أخرى ذكرناها في المعتقد الصحيح الذي أنهيناه قريبا. فالذي ابتدع اخترع شيئا وقيمت عليه الحجة وبين له وظهرت منه المعاندة واتباع الهوى، لأنه كما قال جل وعلا في الآية ليس يعني الذي مفادها ليس إلا هو إلا اتباع الوحي أو الهوى، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، قال الشاطبي شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو هدى الله أو الهوى، إذا لم يتبع الهدى اتبع الهوى. فإذا ابتدع وقيمت عليه الحجة وبين له وبقي مصرا معاندا فهذا مبتدع، ويأتي بعده فيعمل بهذه البدعة وتبين له وينصح ويظهر له عليه الدليل ويبقى متشبث بها متمسكا وبها وبغيرها، فهذا أيضا يكون في حيز المبتدع. نعم. شغلك الأمر غير ثاني. كيف؟ الذي أصل البدعة غير الواقع فيه. لا شك مراتب، الذي أصل وابتدعها ليس كذاك وزره ووزر من عمل به. قال وستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث. نعم بارك الله فيك. الله يكتفي بهذا. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. بالنسبة للشيخ الإسلام الذي يقول أربعة يعني 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 أربعة يع